الرجال يا باكب يبيه عطنا عطنا هذه في بيتين الحلوه هي والله جد يعني اللي يعني يناظر في سبكها وفي يعني جمالها ومعناها يتامل فيها شيء من الجمال العظيم. ايش يقول؟ يحدثني الحبيب حديث ود فابتسم. جزاك الله خير. قال ابتسم يقول يقول يحدثني الحبيب حديث ود فابتسم ثم اطلب ان يعيد وليس صعوبه في الفهم لكن احب حديثه حبا شديدا. الله هذا نفس البيت اللي يقول فيها وكنت اسمعك واقول لك وش تقولين عشان امتع مسمعي لا دعيتي. الله اكبر. عرفتها؟ شوف انا بقول لك حاجه عن الفصحى وجهه نظري انا شخصيه. الفصحى غالبا شعراء اللي يخشون في هالمجال يعني يكونون